الآن إلى الانشقاقات السياسية والحزبية في البرلمان بالعراق. النائب عن تحالف سائرون حسن العقولي يستقيل من منصبه كعضو في مجلس النواب بشكل رسمي، وتعد هذه ثانية استقالة لنائب بعد استقالة النائب عن تيار الحكمة عبد الحسين عبطان مؤخرا. لكن ما فعله النائب العقولي تبعه تفاصيل أخرى، شاهدوا الفيديو ومن ثم نخبركم بما قام به العقولي في وقت لاحق بعد استقالته. من هنا أعلن استقالتي من عضوية مجلس النواب، وأتمنى على أخوتي في أعضاء مجلس النواب العراقي أن يكملوا المسيرة، ولعله تتحقق هذه الأمنيات للشعب العراقي المظلوم. وشكرا. كانت استقالة العقول الذي شاهدتموها قبل قليل بعظمة لسانه ربما كانت هي الأسرع في تاريخ البرلمان في العراق، حيث أن النائب عن تحالف سائرون حسن العقول تراجع عن قرار الاستقالة الذي قدمه إلى مجلس النواب، تراجع في نفس اليوم. تعالوا مشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. في جلسة اليوم وبناء على البرنامج الانتخابي اللي وعدنا به أبناء الشعب العراقي، طبعا بالتأكيد هناك بعض الصعوبات اللي تمر بها العملية السياسية، والالتزامنا أمام الشعب العراقي قدمنا طلب استقالة، وأخوتي من كل الكتل السياسية، رؤساء الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب كانت وقفتهم وقفة أخوية مشرفة بالنسبة لي، أعتز بها كثيرا. وبعون الله سأراجع هذا الطلب الذي قدم، وهو طلب الاستقالة، سأراجع هذا القرار إن شاء الله. شكرا لكل الأخوة من كل أبناء البلد ممثلين عن الكتل السياسية لهذه الوقفة، وشكرا جزيلا. سنت. 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 هاي. هاي. هاي.